مساكم شهد متابعي فضائية الحرية والجمال، وأهلا بكم في حلقة جديدة من رجل في قبضة النساء. لبنى خيري، ثلاث حسين، داليا عبد الله أحمد. أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة في رجل في قبضة النساء. في قبضتنا اليوم وفي ضيافتنا الكاتب الصحفي والقاص وسيناريست الأستاذ إسحاق فضل الله، وهو أيضا شيخ إسحاق باعتبار الخلفية الإسلامية. والأستاذ إسحاق هو كاتب مثير للجدل، ويصنف أيضا بأنه صاحب أعلى راتب بالمقارنة مع الكتاب الصحفيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسحاق، وكل سنة أنت طيب. مرحبا بك وبناتنا البقية. أهلا بك. ويعني إن شاء الله نطلع من القبضة سالمين يعني. نتمنى ذلك. مرحبا بك كثير، منورنا. ويمكن تكون بدايتنا الراتب العالي اللي قال ده، يعني إسحاق أحمد فضل الله يمكن بيتعاطى أو يعني بياخد أكبر راتب، كان 30 مليون، أنا ما عارفة بقى كم. هل كتابات إسحاق تستحق هذا الراتب؟ تسأل زول الداني المبلغ ده، أنا أقول لك عمري كله لم أطلب شيئا من أحد أصلا. قال بيحددوه حتى زمان لما كنت باخذ من الدوله، كنت اسمه شغال هندسه يعني، باخذ مرتبي في جيبي واصرف كمين، خلاص كم صرفت شنو لحد الان. راتب الزمن ده بكفي يا استاذ اسحاق؟ والله بقى لو قلت لك بكفي ابقى يعني بيقولوا بالغت، لانه في الزمن ده وقبل كده راتبك ما حقك. راتبك حق فلان وفلان وفلان وكذا وكذا. هي 30 ولا زادت يا استاذ اسحاق؟ لا ما زادت. 30 مليون في الشهر. يعني برضو ما جاوبتنا، انت قلت احنا نزل الامر ولا اداك، لكن ال 30 دي هل دلوقتي مع مرتبات صحفيين الواحد بياخذ مليون او 600 او 2 مليون وكذا؟ سيئه جدا. هل 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 بيستحق ما يكتبه اسحاق احمد فضل الله هذا المبلغ؟ لما التغييم هذا ليس لي، تغييمك انت. التغييم ده لي ما لي يعني. تغييمك انت برضه ابدا. انا كيف والله يعني كده اقول لك انه انا بستحق او ما بستحق؟ ما بتبقى ال 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 بالنسبه السوق الحر هو اللي بيقيم. ما طلبته انت الراتب ده؟ نو اصلا. لا طلبته لا فاوضته ولا. طيب الصحفيين ردت فعلهم شنو راتبك؟ والله هم على قلبي قلت لهم حافز، انه يا جماعه بقى كل واحد يقول لي يا اخي اسحاق فضل ياخذ 30، فعادي يعني. خلينا نقول انه ده زمن الماديات، انه حتى الاشياء المعنويه تقيم بالارقام. شوفي الارقام دي يعني من حتى اعلى الناس نقاء الصحابه كويس؟ سيدنا عمر لما ادوه اظن جاوا مال كده جا شايله، اما هذا يا رسول الله قال له يعني ما اعطيته من غير شرف نفسي، يعني حاجه ما طلبتها خذه. انا لا طلبتها ولا زدت ولا نقصت ولا عملت. فالماديات الان يعني اللي بيقول لك انه ما عايزه كذاب، لانه حتعيش بشنو؟ كويس؟ حتعيش انت عايزه، الاولاد عايزين، المرأة عايزة، الجيران عايزين، أيوة. كل ما رقمك يزيد كل ما بتحس إنه المسؤولية أعلى في إنه يزيد ضعف. يس 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 صح. بتعمل شنو؟ بعمل شنو؟ أنا يعني بحس بمسؤوليتي يا القارئ. القارئ المصباح يقول لي والله يا عمك إسحاق قال شنو؟ دي بتعمل لي أنا جن، دي بتخليني أتابع المحطات، الصحف، الكتب، التحليل، القديم، الجديد، الناس. يعني بفتح الحمد لله رب العالمين تفتح لي ابواب كده، يعني ما تفتح لي كل الناس. وفي امور كده يعني والله يا شيخ اسحاق كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ليس للنشر. يعني انت لما تكون في الجريده مبيعاتك بتزيد؟ شعرت بهذا الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لانه انا مهتم بالقارئ. القارئ حساس جدا. و حتى لما كنت بكتب القصة، وانا اسمع اقول لك حكاية، لما كنت بكتب القصة كتبت لي قصة كده نهايتها بالتكفيل، كتبت اي كلام، قلت يا اخي حد جاب خبر ونشرتها. بعد سنتين ثلاثة واحد ماشي معي في الشارع، كنا جاي من الجنوب، فماشي معاه وتعارفنا اسحاق فضل الله اسمه كسلة كان. غريب اسمه كسلة، ما بتاع انتباه لك الصحفي. كويس؟ اسحاق فضل الله قال لي، قلت له يا اخي القصه الفلانيه دي
ذكرتها قليل نهايتها كتبتها اي كلام. حسابيها انا تم وقفتها سبحان الله. حسابيها بصوره فالكاتب ما بيحس بالقارئ بروح فيها. رؤساء التحرير بلوموك؟ نعم رؤساء التحرير بلوموك، يعني القارئ يلومك لكن رئيس التحرير قاعد يلومك؟ لا نحن في الانتباه اقول لك حاجه، ابدا حاجه في الانتباه انه انت حر كويس؟ لا في حد بيقول لك اكتب، لا ما تكتب، لا ده سمح، لا ده كعب. نعم. في الصباح جلسه صباحيه اجتماع في اي صحيفه فيه بيعمل جلسه صحفيه يقيموا فيها العدد بتاع التواصل الصباح اليوم. انا ما بحضر بيجي 9 10 كده وعندي مكتب ثاني ما شاء الله. فيعني ما عندنا النوع الاملائي في شغل الزماله. يا يعني مرات ترفع التليفون تقول لي فلان والله خلي لك كلام هذا كلام فارغ. عندنا فيه نعم لكن اكثر من كده ما عندنا. استاذ اسحاق يمكن بعض معارضين كتابات اسحاق احمد فضل الله يتحدثون عن ان جهات ما تدفع لاسحاق غير الصحيفه، ماذا تقول عن ذلك؟ جهات ما انا ما حددتها. لا شوفي كثير قالوا جهاز الامن نعم قالوا جنيه وانه في العمود بداخل 2 مليون ما بتبكي يا ريت كويس. شوفي انا لا اخذ الا هذا المرتب المعلن ما اعرف حتى يعني تعليق الناس عليه شنو وما في اي جهه مدياني تعريفه واحده. واقول لك حنفسك عن الله يعني اسحاق فضل الله رتبه في الجهاز. قلت لهم يا جماعه والله كثير اكثر صحفي وقفته الناس الدوله والجهاز الامن انا بالحساب. وقفني شهر ونص وقفني شهر وقفني ما اعرف كم. يمكن المعلومات اللي بتجيبها باحصائيات المعلومات اللي بتجيبها كويس. اغرب حاجه المعلومات اللي بتجيبها دي ما بتجيب لي جنيه. قلت له ان شاء الله لو كان جنيه كان كنت اطلب منها مليونين ثلاثه كده ثاني. المعلومات بتجيني اقول لك الجنيه بتاعتي ايوه تليفونك ده الجنيه بتاعتي كويس. ده بتجيب لي مصايب يعني بينهم لكنه مسهرين 24 ساعه. مصائب محبه معلومات محبه ولا اقتناع بك؟ المواطنين وغير المواطنين بيتصلوا بي لانهم قلبون على البلد. طيب صاحب المعلومه بيجيبها لي المتخصص بيجيبها والعام بيجيبها. طيب ما لازم تتاكد منها انها ما ملفقه. أيوة. لا ما انا شوفي لما حد يشتغل في الصحافه 20 30 سنه بيعرفها. عندك حساسات تبقى عندك حساسات تو 7 و10 الكلام الدقيق بتعرفه طوالي الناقص بتعرفه المقفل اللي بقوله كوم بتعرفه يعني وجهه بتكلمك عندها 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 عندها, عندها وزنها. اقول لك حاجه نغمه الحديث النغمه بتجيب قيمتها بتسمع فوق تشرب. نعم طيب استاذ اسحاق ننقلت من لا لو انا عندي حته في الحته بتاعت هنا دي مهمه جدا يعني حته العمود دي كثير من كتابات اسحاق اتهم فيها بانه كان يستغي معلومات او يكتب معلومات غير حقيقيه. وانا بذكر لك موقفين تكلمت عن مقتل خليل ابراهيم وهو حي تكلمت عن مقتل الحلو ودفنه في واو وهو حي يعني هذا نوع من ماذا تقول عن عدم المصداقيه؟ ابدا دي حرب. حرب كيف؟ لما تكلمت عن مقتل الحلو كويس؟ دي ضربت بها تجهيز كان تعمل في الخرطوم دي. لكن هو نوع من الكذب؟ كذب في الحرب؟ في الحرب يجوز. نعم. كويس؟ منعت بها مصيبه. وانا بعرف فقه. ما بيفقدك المصداقيه لدرجه ابدا عليك. انا بعرف فقه كويس. واقول لي حاجه. انا الحاجه اللي بعاين ليها الآخرة ثم الناس كويس. واحد قبل كده واحد يتذكر كتبت منشية اسحاق فضل الله يقول انا اكذب صح كويس في الحرب يجوز الكذب لكن عملتها مرتين واحد بتاعت خليل بتاعت اسمه بتاعت الحلو كان الحلو حتى الدفن اي اي كويس لانه دي ضربت بها شغل كان بيدبر في شغل كان جاي تدبيره ضربت بها دي مسافة تكتشفوا الحكاية مع انه التليفون ده هي جاهز نعم يتصلوا بانه والله يا اخي انا قصدتها فدي معقدة والشغل بتاع الحرب في الاعلام الاعلام. طيب في مؤسسات بتستفيد من مقالاتك زي دي؟
انت صحيح ما بتاخد منا قروش لكن هي بتستفيد من مقالك، نشر المعلومه. مؤسسات داخليه ولا خارجيه؟ داخليه. شوفي اي جهه تكاتل معاي، الحرب واحده، الخندق واحده، ما في خندق واحد. انا اكتب المقاله بتاعي ده كويس، تستخدمه وما تستخدمه وتستفيد منه، طبعا في النهايه ما حتستخدمه ضده، ما حمودك فرقه كويس. الخندق هو الوطن، الخندق هو الوطن كويس، هو المعركه الواحده وليس الدين. لا الوطن وليس الدين. الوطن جزء من الدين. الوطن جزء من الدين. يعني انت بعض مرات خندقك بيكون الدين وبعض مرات خندقك بيكون الوطن. الاصل هو الدين والوطن جزء من الدين. كويس في النهايه كده. نعم. طيب عندك احساس المؤامره او الاحساس بالتهديد والاغتيال؟ دي كثيره لدرجه انه يعني الناس يعتادوا عليها. كويس. وحتى بتذكر يعني حكايه التهديد بالاغتيال لما كتر، بتذكر الحدث جمله مشهوره كتبتها في نهايه الصف، نهايه المقال، قلت السيد فلان بن السيد تلفون رقم كذا وكذا الذي يهددنا بالاغتيال، قلت له وقف في الصف. يعني التهديد بالاغتيال يقع عنده عادي. ليه؟ لا لماذا تهدد كتاباتك؟ لانه كتاباتي بتكشف ناس مصائب ثقيله جدا. بيقول لي ما صح. طيب يا اخي اكثر حاجه يعرفوها الناس انه بقول حاجه الليله بتحصل بعد شهر، بقول حاجه الليله تقع بعد اسبوع، بقول حاجه الليله نبوع ما نبوع، ما نبي لا نبي يقعد بعد محمد، لكن قرايه صح للاحداث، بقرا الاحداث قرايه صح. كتبت عن الشواذ والعاهرات وبعض قيادات المعارضه بالفاظ فاحشه، ليه؟ طيب الحكايه دي لها 5 سنين ذكرتيها لي، لانه انا استخدمت الالفاظ دي قاصد عشان الناس يذكروها. انا غالبا استخدم اي الفاظ ثاني. لكن يا استاذ اسحاق اثرت جهات قوميه، يعني قلت الضباط متقاعدين وتكلمت عن قانونيين وكذا، يعني حتى ثاروا عليك، كتبوا احد الضباط المتقاعدين كتب رد عليك. لا اذكر انا قصدت المعارضه حته معينه لما كان في القاهره كويس، في 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 اجتماعنا المغلق قالوا جبتها زي ما هي. طيب هم قالوا يس كويس، يبقى حاجه قالوا ما اقول انا ليه. وحاجه ثانيه انا كغالبي استخدم اي لفظ اخر انا اعلامي بعرف اللفظ زي المسمار يندق كده بس يقعد للقيامه. كويس، كان ممكن استخدم اي لفظ اخر وخلاص. انا قصدت اللفظ ده عشان اثبت المعلومه دي ولا مذكرنا انت مذكرنا. كيف تثبت العهر والشذوذ في الدين؟ صعب انك انت تثبت العهر. نكروه لا خلاص ما بيقدروا ينكروا، ما بيقدروا لانه يثبتون التهمه، يثبتون التهمه. لكن انا بتكلم عن انك انت رجل دين. طيب كيف تثبت على شخص العهر والشذوذ اذا لم تراه بالعين واذا لم يكن هنالك 4 شهور؟ في الفقه، فقه الحرب عارفه انا، فقه الحرب بعرفه انا كويس جدا. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا في غير الحرب. لكن استاذ اسحاق انت كانت ضد صحفيه لما كانت البدايه، كان بموضوع لبنى احمد حسين، يمكن بدا الكلام ده. نو مقبالي بزمن اهو، وبدعم من سفارات غربيه مظاهره للعاهرات والشواذ الجنسيه لالغاء قانون النظام. دي انا لغيبيها المظاهره دي، لغيبيها المظاهره دي ثاني يوم ما نشوفي انا عملت لا عملت العنوان ده كويس. ثاني يوم اي واحد قال له تطلع مظاهره قالت بري، انا قاصد ده طرشت المظاهره كلها. وليه تفشل المظاهره؟ اخي اخلي مظاهره تطلع ضد ديني وضد بلدي؟ في حاجه حريه يا بنتي. اسمعي يا بنت اخوي اسمعي، حريه ضد الدين ما عندي انا، حريه ضروطا ما عندي انا. الدين ده معتقدك الشخصي، في ناس عندهم معتقدات مختلفه. شوفي لما اقول انا غير مسلم على كيفه، لكن انا مسلم ضد الاسلام ما عندي. هو ما قال ضد الاسلام، قال ضد الاسلام. طالعين ضد شنو؟ هو قال ضد حريه المراه في انها تلبس زي ما عايزه. لا دي تعمل في الحياه زي ما عايزه. العنوان شنو؟ عاهره. كويس؟ طلعت شهدت على نفسها. دي قلتها انت. شهدت طبعا شوفي ما دي الحرب. طلعت شهدت على نفسها. قعدت انا قاصد دي، انا قاصد اقعدهم وقعدتهم. المظاهره دي طلع فيها حد؟ ولا واحد. الحرب ايش الحرب؟ لكن جابت لك كثير من العداوات والكره. هل العداوات في الدين؟ اهلا وسهلا. لا في الدين؟ عملت هلع في المجتمع. عملت هلع في المجتمع. شوفي لانه والله في يا جماعه عاهرات وشاذين يعني انت بتشوف. اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، اقول لك حاجه،
الكلمة دي جبتها لأنه عرمان كويس هو اللي أعلن قبليها مشى دعا نوع معين من النساء دعاه نكرة ما نكرة أكان يقول لي أستاذ إسحاق دائما كتاباتك ما لك مشكلتك شنو مع عرمان غير إنه حركة شعبية عرمان رجل ملحد ضد الدين أقول لك حاجة عرمان قاعد في جامعة الخرطوم الإلحاد ليس حرية لحظة خلينا قبل ما تمشي لقصته الإلحاد أليس حرية معتقد ألا تؤمن بحرية المعتقد شوفي في الدين في الإسلام أنت برا الإسلام على كيفك لكن قلت أنا مسلم ترتد بقطع رقبتك سمعته في يوم قال أنا مسلم هو ذاته كويس أقول لك حاجة أرمان لما كان جامعة الخرطوم كويس كاتب في الشهادة بتاعته الديانة مسلم طيب قاعد في الكافتيريا مسك له بيتناقش مع واحد قال له طيب ربك حيمنعني اشرب الكوبايه دي قال له ان شاء منعك كرر شربها كويس قال له شربتها لانه الله كتب انك تشربها طلع دخل اصبعه في خشمه وطلعها ده زول عايز يثبت حاجه ضد الله سبحانه وتعالى عشان كده ما ينفع معايا المؤمن مسير ام مخير في ناس بيقولوا مخير في ناس بيقولوا مسير ده بيقول انه هو ضد الله سبحانه وتعالى ما تقول لي ارمان لا راجل لو مسلم لا راجل ولا مسلم عدم الرجال في شنو فده خليها مثلا مثلا يا ستة شوفي هو الرجوله دي انه بس انسان كده يعني ربنا خلقه مذكر الرجوله اخلاق مستوى عضل التصرفات زول في الدنيا يمشي يجيب العدو ضد بلده يعني مواقفك معاه ما عشان الحركة الشعبية ومواقف مع الناس الدينية وليها سنوات طويلة جدا يعني شوفي الزول ده وقت مشى لحق قرن في اثيوبيا وجمعه بغادي وحاول لما حاول يعمل فيها راجل خش الميدان وقع جنبه دانا او من هنا زي ده الشارع ده وقع دانا اغمى عليه شايل انه يومين مغمى عليه خليه ينكرة اغمى عليه شايل انه ما في ما شفت لي معاقاتك في الدنيا بيغمى عليه بلانه في دانا وقعت بجاه نعم ده كثيرين يرون انه اسحاق اثرت عليه الحرب والجهاد وكل ذلك اصبح يفرز في كتاباته سخط قبن غضب المجاهدين اللي استشهدوا وما حدث بعد ذلك انا بعرف العالم متابع العالم متابع الدنيا الليله فيها شنو الليله الدنيا دائره مقفوله تحارب الاسلام كلها حتى الارهاب عندك شنو؟ ما معنى الارهاب؟ كلمة ارهاب بزحوا كلمة اسلام وخدتوا كلمة ارهاب. انا عارف الدنيا شنو؟ واضح الحكاية ما عزالها قفوا دورها. نعم طيب العالم الان ضدنا، انا مقاتل لا اكثر ولا اقل. استاذ اسحاق انت لا تفرق بين كتابة القصة وبين نقل الحقائق، وعليه فان كتاباتك بيقولوا ان خيال في خيال. طيب. ردك قلت لك قبل شويه ابرز ما في كتاباتي هو ان احاول حاجه الليله بتحصل بكره طيب ابني كيف خياله بتحصل لا شكل الكتابه ذاته جوا الرمزيه في الكتابه كثيرين لا يفهمونها الرمزيه لانه في حاجات لو قلتها عديل بيقطع رقم كثير من الناس بيقولوا كتابات غامضه لبعض الناس استاذ حق لبنى انا عايز اعرف من استاذ حق منو اللي بيقطع رقبتك لكن بعد الفاصل قعدنا في رجل في قبضة النساء أستاذ إسحاق قبل الفاصل قلت إنه في أشياء لو كتبتها بشكل صريح بيقطع رقبتك من اللي بيقطع رقبتك؟ اللي بكتب عنهم أنت عارف أنا خشيت كم قضية؟ كم؟ أنا خشيت في عهد الإنقاذ زي يمكن 25 27 قضية دي اللي فتحت فيها القضايا وبلقى مجال للقاضي بشرح له يوم يومين في قضايا استمرت سنة ونص الآن ممكن أشرح لك لكن اللي بكتب عنه دي لو كتبت عديل كان زمان رحت عليها طيب بيفتحوا فيك قضايا لانك ذكرت اسمائهم ولا هم مساهم طرف الصوت؟ الصوت وطرفه اسنان شوفي انا لما اقعد اعالج قضيه كل حاجه عندها قطره قدرها يعني في كان في قضيه لا تعالج صراحه في قضية بترمزي للأشياء يعني تقولي جيها في قضية بتعممي في قضية والله يعني
الفراس وريشه. فبكتب عن القضيه بقدر ما يكفي. طيب بتتفتحت الاتهامات بشنو؟ يعني الزول بيمشي بيتهمك بشنو؟ في والله بيسموها ايش؟ انا السمعة. وبالمناسبه اخر قضيه او في واحد من الحركه الشعبيه اظن كانت وزير ما اتذكر اسمها رفعت عليه قضيه وطلبت تعويض بشان السمعه ب 10 مليار. حتى القاضي قال لي القديم الجديد قالت لي بالجديد. كويس؟ ليه؟ لانه كتبتها استقالت. هي استقالت. كتبت عملت مشيت في الجريده استقالت. قالت دي شان السمعه. قال لي طيب كيف؟ استغلتي؟ قالت هي دي شان السمعه كيف يعني؟ ففي نوع بس عايز تعويض سمع والله يسحق فضل الله هو الجريده ممكن تدفع مليار. حتى القاضي سأله قال لي 10 مليار بالجديد ولا القديم؟ قلت له بالجديد وكتبها. في قضيه قريت لها سبحه؟ اضطريت تقول لها سبحه؟ أنا أي حاجة كبيرة عندي بجر لها سبحة. أي حاجة كثيرة يعني. اثنين صباحا ثلاثة صباحا ربنا يفكر منه وخلاص. يعني ما جنية. ما جنية ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت بتدافع عن الإسلام بتتكلم عن الدين الإسلامي كثير. والإسلام ما دين فحشاء ولا لغو ولا غيره. Yes. أنت تستعدي كثيرين جدا بكتاباتك وباتهاماتك وبالألفاظ التي تكتب بها. كيف ذلك؟ التناقض. طيب. لا ما بفهم التناقض. قولي لي قضية واحدة أو مرة واحدة هبشت فيها إنسان كثيرين. لا أنا عايز أقول لي قولي قضية واحدة هبشت فيها إنسان ما يكون البادي هو. أنا ما بدي حد لكن بتمه. تمتك كعبة شديدة. خلاص في الناحية تعشق المعارك يعني. تهبشني ليه؟ ما تهبشني. كويس؟ أنا بتذكر يعني يتكامجني شغل عسكري يعني في العساكر اللي هو كوماج معناه اشتباك. اشتبكنا مع 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 واحد يعني كاتب هو أنا كاتب. بتذكر يوم كنا في السويد أنا وهو جمعنا مصعد يمكن طالع لفوق دقيقتين ثلاثة. أنا متأكد إنه دي كانت أطول دقيقتين في عمر الراجل ده. ليه كان فيش بيناتكم؟ لا هو المهم المعركة ما خلينا فيها شيء. اها كويس؟ صحافة معركة كلامية؟ ها؟ كلامية؟ كلامية طبعا وما بالأيدي بالكتابة. لا كويس؟ بعدها لما تلاقينا في المصعد الراجل غلب يود وشه وين؟ لأنه بداها وبداه وأنا تميته بعنف. العنف ده جايبه من ساحات الفداء؟ ما من ساحات الفداء. من وين؟ أقول لك حاجة يعني الناس يعني من يحمل البندقية لا 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 لديه هذا العنف. أقول لك حاجة الناس من الكتابات شايفين أنه إسحاق فضل الله الكتابات والمظهر ذاته إسحاق فضل الله عنيف وشرس. حتى بذكر في البيت كنا في البيت يعني واحدة قريبتنا كده جات مارقة طبعا البيت السوداني فيه حوشين حوش كده جات خشي الحوش اللي قدامي لقيتني قاعد في الوطاء ومضحك مع طفل حقه صغيروني كذا يعني وانا وتيك بحب الاطفال جدا بشاغل فيه واضحك وما اليه عندي كذا برا استغربت رجعت لهم قلت لهم هوي 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 واسحاق بضحك استغربت اسحاق فضل الله والله يعني بينه وبين العنف يوم وضحاها سبحان الله كويس وكاد اقول لك يعني مرات الواحد بتوجع لدرجه الهباله حصل يوم ضربت زول ولا زول ضربك؟ زمان ايام الشباب يس لكن بعد لا بس فانا والله لا عنيف ولا خشن ولا لكن انا بكره العدوان العدوان اذا في الشارع لقيت زول معتدين عليه وبخش فيها ساحه الفدا ماذا تبقى منك؟ ساحة الفداء نجضت لي أنه الشعب السوداني ده مسلم صح كيف؟ القتال اللي شفته بعيني ده ما بقاتلوه إلا مسلمين صح مسلمين حقيقة وين أخواتنا سيبة من الموضوع ده كانوا؟ لا الناس خشوا في بعض يعني خشوا في بعض يعني أهل الزاد أهل الإعداد أهل ما تعرفي يعني من هنا فكان بيجهزوا أي حاجة النساء بيجهزوا بينظفوا السلاح بيجهزوا الذخيره بيجهزوا الزاد بيجهزوا الملابس بيجهزوا ودعوا لحد يعني ما فاضل لي هل بتتمنى انه يرجع ثاني؟ كثير من المجاهدين
عندنا واحد كان شغال في الاعداد بعدين بيحكي هو انتهى في اليوم فوي الفوي يعني المجاهدين ركبوا ماشيين ورجع البيت اخر اليوم رجع قال بيحكي قال خشيت مر على تي كده مالك قلت له فوينا المجاهدين قلت له بتحارس شنو استاذ حاجه يمكن كثيرين من المجاهدين يمكن كانوا مغاضبين بعد نفاشة لانه كان بيتكلموا عن انه يعني دماء كثيره هدرت وكذا كان وين موقفك الفتره الاولى انا ما زلت بعتقد انه يعني المعركه كبيره جدا ونفاشة يعني الناس خشوا فيها عشان شويه ياخذوا نفس والجنوب نفاش عملناها ونحن خلاص بيننا وبين نمولي محطه كويس كان ممكن نخش نمولي والسلام عليكم لكن عملناها او الدوله عملتها انا ما بخش في المساكين الدوله عملتها لانه الدوله ما كان عندها مليون دولار في الخزنه بتاعتها خلاص هل حصلت تجاوزات؟ في شنو؟ نفاشة نفاشة؟ المفاوضات يعني؟ المفاوضات ما حاضرة يعني على عثمان ومجموعته نحن قضينا معهم أسبوع بس وأسبوع حمنا فيه في نعامة كده طويلة يعني بس مع عندها معي مزاج كويس والله كان من دون خلق الله تسكن يعني وفي شوية يعني عدينا أسبوع سمح جدا لكن المفاوضات في ذاتها تحت الواطة كانت صعبة جدا وأكبر خدعة أخذها قرن أنه افتكر أنه خدع الشمال قرن لو كانت السماء واحدة كنا انتهينا طيب فالناس لعبوا عليه وبلعوا أستاذ إسحاق أنت قبل شوية قلت أنك بتحب الأطفال جدا لكن كان عندك موقف رافض جدا للزواج حتى يعني الفترة الأخيرة ضغطوك عليه يعني أنا في الأول مرحلة الأولانية كنت مشغول بحاجات تانية في المرحلة بتاعت الإنقاذ كنت كيس لي حورية أبد لا وإنت شاب ألا تثيرك المرأة؟ أيوة لكن كان عندي ما هو أهم من هذا أبد طيب كيف كنت بتعين بعينك للنساء قبل؟ أيوة 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 لكن الأهم ما كان شنو منه الزواج؟ عندي أخواني أطفال وأبوي كبير تبي تربيهم كويس؟ عشان كده يعني كان دي حاجه والزواج يعني المراه لم تكن اصلا في الصوره في حياتك ابي التجيران بتلها ما ايوه لكن لكن انت في حاجه واحده الانسان بالذات لما يكون لسانه طويل احسن يعمل حسابه كويس وانا عامل فيها انه سيد الناس ما حبيت يا استاذ اسحاق دي خليها لا يعني الواحد كان يعني حكايه الواجب الاولي ده انه يدفر الشفع عديل لحد ما الحمد لله يعني كبروا والبقى قاضي والبقى محامي والبقى كده الزواج سلبي يعني كان بالنسبه لك ما زمان تكاليفه ما كثيره ايوه لكن تكاليف الحياه كويس كان حتبقى حاجه ثانيه كويس فالزحمه الواجبات كان اجلتنا لما الشفع كده كبروا واتلفتنا وقلنا ان الزواج جات الانقاذ. الانقاذ بقت حاجه ثانيه. استاذ الاختلاف بين كنت زول من اسره عاديه والان انت تعتبر ثري اذا كان زول بتاخذ 30 مليون في 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 الشهر يعني. الاختلاف ده انا شوفي سؤالك ده يعني ان شاء الله الموضوع يكون لله. لكن انا لحد الان لست ثريا لانه بعرف حاجه واحده الواجب واجب. كويس يعني ما باخذ قروش بكدسها باخذ قروش بوزع على الواجبات وعندي واجبات ما يكفي الحمد لله الحمد لله الله يعين فهو تسالتيني وان شاء الله يكون لله من هي المراه التي شكلت نقطه تحول في حياه استاذ اسحاق مطلق مراه ولا بالنسبه لي يعني مطلق مراه شوفي انا طفل صغير يعني بتذكر من عمري 5 سنين 6 سنين بتذكر الفترة دي وأنا طالب
في المتوسطة والثانوي، وأنا طالب في يعني المرحلة العليا، وأنا موظف، وأنا أعظم امرأة عندي في الوجود الحاجة الله يرحمها. كويس؟ يعني شوف أقول لك حاجة، أتذكر لحد الآن جيت في وقت متأخر ما يريد، وأنا طفل يعني 9 سنين 10 سنين كده، جيت لقيت البيت نايم براحة، سللت كده الفراش بتاعي ورقدت أشوف ليك زولا، قامت قالت عين كده إسحاق عملت نفسي نايم، جات تهبش في بطني لأنه أنا غايب من الساعة 10 صباحا، يعني على شوفي مين أكلت ما أكلت. كويس؟ فاللحظة دي الناس بتذكرها. لماذا الرجل السوداني بيحترم أمه أكثر من زوجته؟ لأنه رجل. بمعنى؟ لأنه رجل. بمعنى ما الزوجة دي في أم في يوم من الأيام؟ لا ما شوفي دي في النهاية برضه حتبقى عندها ناس عندها أولاد. يعني ليه هو. أنت ما بتحترم المرأة إلا لما أنت تجيب طفل تصبح أم؟ لا 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 طيب. شوفي شوفي نحن عندنا في الغنى مقنع الكاشفات. كويس؟ الدولة الوحيدة الفجور فيها ما معلن السودان. انا حمت افريقيا وحمت العالم العربي ومصر عندهم ما تعرفين، وحتى فجور بمعنى شنو فجور في شنو في ازاي في الاخلاق في التعامل مع المرأة. كويس؟ اكثر المرأة محترمة في العالم الافريقي والعربي واوروبا طبعا مفهومة، السودان مرأة محترمة من قبل الرجل يعني؟ يس تماما. والعنف اللي بيحصل الاغتصاب اللي بيحصل ده عملية احصائية، عملية احصائية بسيطة جدا، عملية احصائية بسيطة جدا، يعني ما زي برا في مصايب يعني. طيب استاذ اسحاق لو قدر لك انه يعني كان تلاقي والدتك في الفترة دي، يعني الحوار اللي كان حيدور بينك وبينها شنو؟ فترة. وانت الان كبير الآن شيخ يعني. وانا الان شيخ الناس وهي توفت قريب يعني الله يرحمه بعد زواجك توفت قبل 4 سنين هي كانت سبب قبل 4 سنين قبل 4 سنين ومناسبة العمل عيد الام في السودان يتعمل في مصر، النقل السودان انا ونقلته عشان هي. يا سلام حقيقي ربنا يرحمها ان شاء الله. كويس؟ طب بتقول لها شنو؟ بقول لها شنو؟ بقول لها الله يكثر خيرك على كويس؟ على عملتني راجل الله يرحمه. بقول لك حاجه كيف بتقيس الرجال يا شيخ؟ السلوك سلوك الصح، يعني الرجاله الشجاعه في وقتها، النبل في وقته، العطاء في وقته، اي حاجه في وقتها. كويس؟ دي الرجاله، لانه الحاجه ما تعملها ما في وقتها معناها خفتها، خفت معناها راجل شلباب كده. كويس؟ ما من حق الانسان يخاف؟ تخاف لكن ما يسوقك الخوف، ما في حد يوم خاف، النبي كان بيخاف صلى الله عليه وسلم. طيب. لكن ما بسوقه. المسافة بين الشجاعة وبين الجبن، أنه يسوقك الجبن تهرب ده جبن. لكن تحس بالخوف وسك الخوف ذاته تضرب الخوف ده الرجالة يا حبيبي. أحيانا بنخاف على زوينا. طبعاً. على أولادنا بنخاف على الوطن. طبعاً. لكن بيتخطوهم بوراك وتكاتلك تلجن. حتى لو يتأذوا؟ يا بنت أخويا اسمع. أنا شفت الجداد. الجداد جداده في اخوهم الجداده بيتكلم عن الدفاع عن سواسيه. اقول لك حاجه، انا بتذكر زمان كنت طفل قفلت لي كنيسه في 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 اوضه عايز اقتلها، الكنيسه دي عملت في نعم هاي يعني تنجمع وتجي نبطل يعني نمر الأمومة. بقيت في رقبتي. طيب استاذ حاج رايك شنو في تعبيرنا نحن كسودانيين نحو حب الام؟ يعني حبنا لأمهاتنا التعبير نحن بس خشنين، أي واحد بحب أمه حب صح، لكن باعتبار أنه يعني التعبير عن الحب ده ضعف. نو ما ضعف ما ضعف، يمكن حتى الصورة قلتها زمان يا جماعة السوداني الرجل السوداني زي حبة الأناناس، حبة الأناس من برا مغبر أو شوك وقبيحة وما تعرف، ومن جوا هاي نعم لكن طعمه لاذع. ايوه خلاص السوداني طعمه لاذع لكن دي جزء من الحلاوه ذاتها. كم مره بعد ما تزوجت قلت لزوجتك انني احبك؟
والله كثير، لكن بطريقه على الملأ ولا في الخاص؟ لا شوفي اقول لك مباشر ولا اقول لك مباشر اقول لك حاجه. انا بتذكر يعني لما حصلت يعني شاكلنا قدام امها وبكت، مسحتها قعدت امسح عليها في دموع كويس. لانه ده كوم وده كوم ثاني. هي رجاله انه شوفي المهين المراه ليس رجلها، المهين المراه ما راجل. طيب رايك شنو في فتيات اليوم والعصر ده؟ انت عايزه ما اطلع من الاستوديو ولا لا حقيقي رايك شنو؟ والله اكلم 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 الفيسبوك كويس. لكن يعني انت بتجيب لبيتك ايه جالكسي معناه داير الفيسبوك. ايوه ايش فرق بين انه الواحد يعرف الموج وبين انه يخلي الموج يشيلها؟ انا بعلمها السباحه بتوريها يعني، مش اخليها الموج يشيلها كويس. اجيب لها الجالكسي واوريها المحطات واوريها الشغل وكذا وكذا عشان الموج ما يشيلها كويس. يعني المشكله ما في بنات الزمن، مشكله في اهلهم في استخدام ما يوجد في الزمن الان. استخدام ما يوجد في الزمن الان استخدام كعب جدا، مطلوب جدا، سيء جدا. انا يعني وحتى اقول لك حاجه عشان تعرفي النوع ان في نفسها محترمه جدا، تلقيها ما تعرف اي وقت الصلاه خدت لها طرحه وصلت. بتغيم الواحده من لبسها كثير. ليه؟ طبعا اللبس تعبير، اللبس تعبير عن الذات كويس. هي اللبس تعبير عن الذات. لما هي اللي قالت، ما قلت انا، هي اللي قالت. فقالت اسحاق ما نتوقع لكن الصحفيين الاستاذ يعني واخواننا ملانا كلهم داخل معاهم في معارك صحفيه لا الان ما عندي معارك والحمد لله. حتى ولو القديمه هل رجعوا لك؟ انا عشان ما اذكر اسماء، لكن في يعني كثيرين كانت اساءات شائنه كثيرا في حقهم يعني، وكتابات ومهاترات، هي ما مسجلات كانت في حد المهاترات. من تبقى لك من الصحفيين؟ وهل في علاقه دلوقتي بينك وبين الناس اللي دخلت معاهم في اشكالات زي دي؟ اقول لك حاجه، انا لم استخدم عبارات شائنه على الاطلاق. استخدمتها عشان ما اذكر واذكر اسامي، استخدمتها كثير. لا ذكريني في حاجه ما بقدر اقولها. شوفي اقول لك، ما بقدر اقولها، اقول لك حاجه اذكرها واحفظ اعمدتك. اقول لك حاجه اقول لك حاجه اقول لك حاجه، انا جراح ولست جزاره. جراح ما جزاره، بقطع بنسيل الدم لكن جراح وليس الجزار. احيانا بتبتر، احيانا قاعد تبتر الجراحه برضه، جراحه جراحه ما جزاره. لكن طريقتك في التشريح طريقه جزار ما طريقه جراح. لا لا لا، هذا ظنك ليس لا ليس ظن يعني انت حينما تكون لاذع ويعني تاتي بالصميم حقيقي لا يحتمل القارئ قراءه ما تكتب. ما ندمت انك خسرتهم؟ لا اذكر، ما ندمت انك خسرت زملاء صحفيين معك؟ اقول لك حاجه ليه؟ لا ليه؟ لانه الحاجه بحسبها حقيقه، بحسبها بدقه كويس؟ بعدك بشوط يعني ما بكتب وانا اعمل بعدك اقرا بكره انخلع نو. واقول لك حاجه، حصل مره كتبت ضد واحد وكتب وكتبت وكتب كويس؟ المقال الثالث كتبته طبعت منه نسخة واحدة. هو ما كتبت انا. كويس؟ لا ما بقول لك حاجة، ما نشرته. احدهم اوقفه. ما نشرته، ما نشرته. المقال الثالث وديته له. نعم. قلت له قسما العظيم بكره انا انشرته. طيب. سكت وسكت. يعني انا ممكن اصلا. ده ابتزاز. ده ابتزاز يا استاذ. ما ابتزاز. ده ابتزاز. لا 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 انا ممكن اعملها انا هنا. لكن انا عايز اوقف الكلام الفارغ ده. استاذ اسحاق لو اي زول غيرك او اي صحفي غير اسحاق احمد فضل الله كتب ما تكتب يعني ما تورك، من يحمي اسحاق؟ من يقف وراء اسحاق؟ اقول لك حاجه، انا مفتكرين انه اسحاق عنده حمايه ضخمه جدا قسما عظما. لا يحمي اسحاق بعد الله سبحانه وتعالى الا اسحاق. مسدسك. مسدس لسه ما استخدمه طبعا. ما استخدمه. محتفظ به ولسه. انا بعمل حساب ثقيل جدا. انا يعني اكثر حاجه بتعوز منها في بتعوز بالله سبحانه وتعالى منها ان اقتل لي مسلم، ما بسويها. ولا اجرح لي مسلم بسلاح مسلم. بتحتفظ به يعني؟ محتفظ به حتى الان؟ محتفظ به ولكن ما بستخدمه. اقتل لي مسلم؟ عدم شعور بالامان انت تشيل سلاح؟ ايوه انا عدم شعور بالامان انا عندي كثير خالص. ما جايه من هوا. من 200 من ما بقيت تكتب؟ والله من قبل 8-9 سنين كده المساله بقت فيها يعني مما خش الجنوبيين الشمال.
كويس؟ خايف على روحك ولا على اهلك؟ ما هو كله هذا وهذا يعني. كويس؟ فكان في نوع من الاستعداء، نوع من العدوان، نوع حتى انا بتذكر مره ماشي زي الساعه كذا بالليل في لفه شارع الغزافي، ما قلت على حد لكن حصل في اطلاق نار. لا 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 ما اكثر حاجه قلت لك انت ما بتعرف تنشن. طيب لكن انت كنت انت بتشعر بالخوف في لحظه كنت بتتمنى الشهاده. الشهاده شيء ما قلت ما قلت لك لا. هو حد قال لك بخاف؟ هو قلت مش كده قبل شيء قلت لك الخوف 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 الممنوع ان الخوف يسوقك. ما في حدا بيشعر بالخوف، اي حد بيشعر بالخوف. لكن الفرق هو في ناس الخوف بيسوقهم وده العيب، وفي ناس بيرغموا الخوف انه يقعد في محله. نعم. طيب استاذ اسحاق، يعني لماذا انت ناغم على الامين العام للحركه الاسلاميه وبتقول عليه ضعيف جدا؟ الفتوى المرحومه التراب ولا الزبير العام؟ حاليا الحاله ضعيف ضعيف يعني كده. انا شايف الحاصل وشايف يعني ما يحدث الحركه الاسلاميه. نعم. هو السبب فيما يحدث الحركه الاسلاميه ضعفه، ده رايي انا. ضعفه جدا. كان ممكن يعمل شنو موقفه؟ كان ممكن يكون شنو شيخ حسن قام يعمل شنو؟ شيخ حسن ما كان بيعمل شنو؟ ترابي ما كان بيعمل شنو؟ قوي جدا. كلمته تمشي بلد. كويس. شيخ الزبير نو كلمته ضعيفه. طيب ديما عنده علاقه بالفكر والكاريزما وشخصيه ممكن تقولي ممكن تقولي، لكن يعني حجم الامين العام للحركه الاسلاميه الان ومقارنه بحجم الشيخ الترابي الله يرحمه ده هي اللي اذته. طيب بترشح منه بعد الترابي؟ ما شايف حد يعني. لا يوجد في الساحه احد. كان ممكن يشبه كان ممكن يكون على عثمان، كان ممكن يكون هو الخليفه بتاعه، لكن علي برضو يعني انت قلت علي غتيت وما بيتكلم، تفتكر عدم كلامه ده ليه؟ لانه عارف. عارف شنو؟ عارف 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 المؤامرات ولا عارف اللدني؟ عارف الناس وعارف تحت الواطة وعارف المؤامرات وعارف. انت عارف الان على عثمان اعتذر ليه؟ لانه زي كانه بيعتذر لله سبحانه وتعالى انه ما قادر يعمل حاجه. كويس؟ اذا تكلم بخربها، اذا سكت بخربها، ما تعرف. وعلى عثمان ده من ازكى خلق الله. لكنه طيب هي ما كده خربانه خربانه خير خربانه خربانه لكن المجموعة الإسلامية مجموعة قوية جدا لو ما كان مفككة يعني في تفكيك كده. طيب هو ما سبب هذا التفكيك؟ لا عثمان سبب الانفصال اللي حصل بيناتهم؟ أبدا أبدا. من السبب؟ لا لا خليه لا 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 دي قضية لا دي قضية لا دي قضية لا دي قضية لا لا لا. عندك مقولة قديمة بتقول فيها إنه ما بيؤمن بالإنغاز كافر، لحد ياسي أنت مقتنع بالمقولة دي؟ مش كده، مش على الجملة. أنا قلت لهم يا جماعة الإنقاذ حكومة إسلامية، من يقاتل شرع الله فهو كافر، كاف ألف فاء راء. ده الدين بيقول كده. وأقول لك حاجة، من أرسل لكي تكفر؟ أقول لك حاجة، أقول لك حاجة أنا جبت هذا أنا رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. حتى من يكفر يا ستي اسمع، حتى الإنقاذ ما إسلامية. أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك طيب كويس. أنا بتكلم بالمصحف. كويس. المصحف انا بقول لك ايه وتفسير، قول لي ايه وتفسير في فهمي انا. انا لا ابو حنيفه ولا الشيخ الشعراوي ولا ولا ولا. لكن بعرف حاجه واحده، الناس الان الدين عندهم انك ممكن تعمل اي حاجه ضد المسلم. نو ما ممكن تقاتل الاسلام وانا مسلم. تقاتل الشريعه وانا مسلم. وانت استهبل ربنا. طيب رايك شنو في الفتنه الكبرى؟ رايك شنو في الفتنه الكبرى؟ الفتنه الكبرى قالت تهدوا الاسلام؟ نو. الفتنة الكبرى كانت ضد الناس، ضد فلان، فلان ضد فلان، وليس ضد 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 ما الدين. ما مسلم ضد مسلم. ضد مسلم ضد مسلم شيء، لكن مسلم ضد الدين دي شيء ثاني خالص. أنت الآن تتحدث عن الإنغاز وليس الدين، هل الإنغاز هي الإسلام؟ نعم. وبقية الأحزاب لدينا أحزاب حزب الأمة غيره كلها أحزاب تعتبر إسلامية، خلفيات إسلامية أستاذ. شوفي شوفي الدين ما يجي الدين مسلم وأود عمي مسلم. الدين اللي بعرفه أنا مع الشريعه. حتى الفكره فشلت. لا انا بقول لك اين الشريعه وين يعني مشروع الحضاري الاسلامي يا استاذ؟ بقول لك حاجه، الفشل فشل بشري. اللي بعرفه انا انت مع الشريعه اهلا وسهلا، ان شاء الله قعدت في بيتك لكن مشاعرك او ما ضدها انت مسلم. كويس؟ مع الشريعه مسلم.
ما ضدها مسلم، لكن ضد الشريعة علي الطلاق كافر ما عندك أي حاجة. كلمة الشريعة الإسلامية دي وعاء فضفاض، رداء فضفاض جدا. كويس، قولي لي دي ما من الشريعة، أنا معاك. دي ما من الشريعة، أنا معاك، لكن أنت تقول لي شريعة والقرآن ضدها. طيب الآن الآن مثلا قلت من وقف ضد الإنقاذ وعاء للإسلام. كويس؟ يعني الإنقاذ لو قلت لي تقول ضد الشريعة يا أستاذ إسحاق. نعم؟ تقول لو ما وقف ضد الشريعة فهو كافر. ما في النهاية ده وعاء، ده وعاء للحكاية دي. يعني مثلا أقول لك المصحف، المصحف المكتوب. كويس؟ المصحف المكتوب ورق. في النهاية ورق. نعم. لكن تجيعي وركب. كيف تقرأ المصحف؟ كيف؟ كيف تقرأ المصحف؟ تفسيراً أم تأويلاً؟ هذا وهذا. أنا 200 كده و 200 كده. أقول لك حاجة، الحمد لله رب العالمين، الآن بقرأ في 12 تفسير، قرأت تفاسير كثيرة خالص الحمد لله رب العالمين، لأنه حبي في الدنيا التفسير. كويس؟ قرأت تفاسير كثيرة خالص ولسه بقرأ. يعني آخر حاجة بقرأ فيها بتاع المنار، تفسير المنار بتاع المنقول عن محمد عبده. طيب. طيب. يعني ده من التفسير الموجز الممتع جدا، وصاحبه ما تم ومات الله يرحمه. كويس؟ لكن يعني بقراه بصورة، لأنه كتب في الأربعينات، بلخص لي حاجات كثيرة خالص خالص. بستمع وبقرأ للشعراوي، لأنه الشعراوي جمع ثقافة حديثة كثيرة جدا. بقرأ تفسير الموضوعي، تفسير الموضوعي اللي يعني خطاب وكذا وكذا، بعض تفاسير حديثة يعني. بقرأ اللي يعني تشوفه السنين حديثين. كإمام مسجد بتقرأ لهم القرآن كيف؟ بما يفهمون أم بما تفهم؟ أنا كإمام مسجد وصلت مستوى أنه أنا بتكلم بغير الخطبة الدارجة. طيب. لأنه المنبر أمانة. أنا بعرف جدا اللغة، أقول لك اللغة تعبط شرع بعرفها. لكن بكون خنت المصلين. في ماذا تحدثهم؟ بحدثهم دائما في حقائق الإيمان والعصر، حقائق الإيمان والعصر، لأنه التصور بتاع الناس للدين تصور غلط، تصور غبي، تصور كده يعني ضحلي جدا، تصور حكاية. صدقوك؟ ها؟ صدقوك؟ والحمد لله رب العالمين، الزلف في المنبر بحسب الناس حوالين تحته. كويس؟ تحت المنبر في خيط، اول ما ينقطع بتحسبه طوالي. يعني ما استغليت شغلك السياسي في المنابر؟ السياسه دين والدين سياسه. نعم. لا، الاقناع بفكره معين. انا بقنع بالدين. كويس؟ الدين ده حصان تركبه على كيفك تمشي. نعم استاذ حق، بيقولوا انك ما بتعتذر للي انت بتخطئ في حقه. طيب الاعتذار ما لحد من الدين لحد يعني. لحد اول ما اعتذرت لمن؟ لحد ولا ما اعتذرت؟ لمنه. كويس؟ ل واحد يعني كنت عايز ابكش معاه. تبكش؟ كويس؟ ايوه اقول لك حتى عالم النساء تستخدم البكش انت؟ اي عنده ولده جاب نمره سمحه جدا. كويس؟ قلت له والله يا اخي جبدته امه. كويس؟ زعل اعتذرت له كتابته. نعم. ترى الله يا اخي انا يعني قاصد ابكش لا ده ما نوع الاعتذارات اللي بنتكلم عنها، احنا بنتكلم عن اعتذارات الخصومات الكلاميه والاعلاميه والفكريه اللي بينك وبين ناس ثانيه. قاعد تعتذر عنها ولا لا؟ لما اخطئ يقول لي اخطات في حق فلان ولم تعتذر. لكن انا صراحه تمشي اعتذر. طيب لما تشوه سمعته ده ما ممكن ده ما خطا؟ يا بنتي قلت لك جبين ما ببداك. لكن ما تبداني انت. الرسول عليه الصلاه والسلام حتى اليهود اللي كانوا بيؤذوه ما كان بيرجع بيؤذون. بيبدوه ولا يبداهم؟ هو اللي هم اللي بيبدوا. هم اللي بيبدوا. يعني ناخذ قصه اليهود اللي كان بيجيب خطلاه والروس قدام البيت. لما غاب ما شو سال منه يعني. طيب انت بتسوي كده؟ انا منين قال لك انا انزل بسال منه؟ شوفي الكتابات حاجه والشغل الشخصي حاجه ثانيه. يعني انت منفصل عن كتاباتك؟ الصله الشخصيه، الصله الشخصيه منفصله. انا ما بنسى يوم كنت يعني كنا بنكتب انا وضد في الانباء. واحد انا ضد رئيس تحرير الصحيفه. طيب. ويكتب وانا الصحيفه اللي شغال فيها شغال فيها هو يكتب وانا اكتب. خدتين قرا. يوم واحد جاء داخل لقانا قاعدين نفطر وتونس ونضحك. قلنا الله يستهبلونا ساكت.
انا قلت هي خاشه لقاكم ماسكين في حلو بعض وهم. طيب ماذا يستفيد القارئ من جنين الفكره؟ نحن بنناقش فلان سمح وفلان كعب وفلان مجنون فلان بنناقش الفكره. الفكره درايه ودرايه. الملاكمه الافكار هي بتلاكم مش الايدي وليس الايدي. لكن الاسلوب بعض مرات بيكون الاسلوب بقى ده حاجه ثانيه. كل واحد حسب اسلوبه. لا ما الاسلوب يعني الان بنتوا بحملوكم وزر انه المهاترات الاعلاميه الان اللي بتصدر ما بين اعلاميين انتوا كنتوا سبب فيها. لا علمتوا شوفي الشتيمه ابدا. نحن مستوى راقي جدا. بيكون الشتايم دي؟ اي مستوى راقي جدا. كيف يعني الشتايم؟ ايوه شوفي انا لو كنت يعني كيف كنت طلبت منك تجيب لي النماذج كويس؟ لانه اللي بعرفه انا ولله الحمد والمنه انا بعرف اقول ما لا يقال بلغه راقيه جدا. اقول لك واحد قال له يا اخي الشعراء يعني يقولوا المطولات في الهجاء لا يذكرهم احد. انت تقول لك بيتين الدنيا تقوم قال نعم. انا ما حي يقول لي زول انت حمار اقول انت حمار. بقول له ديلا كادرينا وضنبك وسمى روحك ما شئت. بس فنفس الشيء انا ما عارف بقول شنو وقاعد بقوله كيف. نعم استاذ اسحاق الانترنت مليان بالسباب والشتايم في حقك حتى انه في ورد لك يعني ورد رسمي كاركتيري عن مقالاتك وانت بتكتب مقالاتك في الحمام. كيف بتقراها؟ شفته كده شفته والرسام ده انا بعرفه كويس. رسام شاطر ولا ما شاطر؟ لا بعرفه كان زمان كده لكن ده يعني غلط تماما لانه لو يخر لو مهتم بالنوع ده كان مت زمان. شوف على رسائل الانترنت انا باب الانترنت لا احيانا انا يمكن عندي احباب كثيرين جدا وعندي اعداء كثيرين جدا. في الشارع بمشي ايش شخص حاجة يا استاذ حاجة هلا وسهلا ما تعرفي اقيف في حته يتلموا الناس وكذا وكذا يعني احيانا المعرفه بتطلعني من هناك. لكن برضو في ناس يعني الليله دي لو قالوا لهم اسحاق فضل الله مات قالوا لنا مات اسحاق فقلت لهم ذاك الدواء الذي يشفي من الحمق. والله يزغردوا كويس. عشان كده انا لا اهتم لهذا ولا لهذا. طيب هدي خبر رجل مخابرات سابق كتب في ورقة صفراء لأحد معاوني الرئيس عربي داعش لا يفهم سوى إسحاق أحمد فضل الله. خبر؟ علاقتك شنو بداعش؟ وماذا تفهم عن داعش؟ والله يا سيدي شوفي داعش اللي بعرفها أنا كانت مجموعة من المجاهدين. الغرب الذي يقاتل داعش لقى انه لا بيقدر يقاتل داعش بصوره نظيفه كده ولا بيقدر يخليها. عمل شنو؟ عمل 10 نسخ من داعش، نسخه من داعش، نسخه من داعش، نسخه من داعش، عمل 20 نسخه من داعش. وخلى النسخ دي ترتكب فظايع ما يعلم به الا الله. وقال للناس داعش هذه. دي القصه كلها. كويس؟ انت مختلف ولا متفق؟ انا لحد الليله شيخي هو اسامه بن لادن. العجبك فيه شنو؟ أسأل الله أن يحييني مع المحيط مع بن لادن لكن أن يبعثني مع بن لادن. شوفي خلي أنت قلت إنه راجل خلي في شنو؟ راجل راجل واحد مدوخ الدنيا كلها كتر خيره كتر خيره. راجل واحد يعني أنت أنت بتحب الرعب ده؟ الآن هي يا ستي صديق للحكومة يا ستي الآن أمريكا في الطريق يعني للتطبيع مع السودان. أنا بتكلم عن بن لادن ما هو تخويف أمريكا ثاني كلنا بيتكلموا عن بن لادن. بن لادن قتل يوم 1/5/2011 نعم كويس؟ يعني قبل 6 سنين كويس؟ صحيح قتل؟ قتل هناك قولان الناس بيقولوا ما قتل لا لا قتل قتل واحد جاك في المنام؟ واحد ما جاء في المنام لكن استعداء امريكا يعني كمجاهدين هاي. الان الامريكا لكم تسلحنا انت يا ستي شوفي المرحله دي مرحله القتال. في القتال لا في ينبغي ولا في ما انه ولا في والله يا اخي عن اذنك اريد وانا اقتلك ده كلام فارغ. ليه لسه ما كتبت ساحات الفداء قاعد وانت قاعد فيه؟ ما اي ساحات الفداء وليكم تسلحنا يا ايام القتال. القتال ما بتخلي فيه حاجه بوراك، بتقول اي شيء بتعمل اي شيء بالمناسبه في 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 الاشتباك بغادي اسال العساكر والمجاهدين. في الاشتباك بنعني بكون المشتبكين بينه وبين العدو زي الشارع ده يعني حاجه بتاعت اقل من 100 متر. بنسمع بعض.
شتايم لا تطاق. استاذ الحاج في اثناء القتال. نعم. كويس؟ ضد الحرب. نعم. استاذ الحاج انت طيب بتقول الان نحن في حالة سلم، كان زمان حرب، لكن انت لسه بتحارب بقلمك. ايوه لانه لا الحرب انتهى وقت الحرب. لا لا ابدا. انتهى وقت السلاح دودو تم تم ده انتهى. لكن القلم لسه شغال. شرفتنا ونورتنا كثير. والله كتر خيركم، لكن اسئله لو كنت عارفها كان عملت فيكم عمل. شكرا جزيلا لك الحاج احمد فضل الله. شكرا لكم. شكرا لبنى وملاذ. طيب انا بما انني في منزله بين المنزلتين استاذ حاج كتر خيرك، شكرا يا داليا وشكرا استاذه لبنى. شكرا لكم. قبضه جديده ورجل جديد. الى اللقاء. We'll be right back.